النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي أشارت اليوم إلى وجود تشكيلات من السحب والغيوم التي غطت بشكل جزئي سماء المملكة بكميات متفرقة، وهي ذات علو منخفض وغير ممطرة، لكن تلاشت هذه السحب مع دخولنا في ساعات المساء. كما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية خرائط الضغط الجوي تشير إلى أن المملكة فعليا قد بدأت بالتأثر بامتداد لمرتفع جوي قادم من المناطق الشمالية الشرقية، وهذا الأمر بحد ذاته سيعمل على استقرار الأجواء، إلا أنها ستترافق مع انخفاض واضح في درجات الحرارة الليلية. أيضا خلال الأيام القادمة يتوقع أن يمتد ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر بالاتجاه الشمالي الغربي باتجاه الأراضي المصرية، مع امتداد أكثر لهذا المرتفع الجوي نحو الجنوب، الأمر الذي يعمل على هبوب رياح جنوبية شرقية طيلة هذه الأيام القادمة أقصد. ونشاط هذه الرياح أحيانا يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة بشكل لافت بوجه عام. هذه الليلة يتوقع أن ترتفع نسب الرطوبة بشكل كبير في مناطق مختلفة من المملكة، الأمر الذي يعمل على تشكل وحدوث الضباب في أجزاء مختلفة من المملكة. كما تلاحظون هذه المناطق جميعها من المتوقع أن يتشكل بها الضباب في وقت معين خلال هذه الليلة، وهذا الأمر يعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت. ولكن هذا النوع من الضباب بالعادة يتركز في مناطق الأودية والسهول الشرقية. هذه الليلة إذن الأجواء تكون بوجه عام باردة، درجة حرارة صغرى 8 درجات مئوية، عفوا هذه الليلة الأجواء أقصد هذا غدا، لكن هذه الليلة الأجواء بها باردة نسبيا بوجه عام، ودرجة الحرارة متوقع تنخفض 8 درجات مئوية وسط توقعات تشكل الضباب. غدا النهار نتوقع أن تكون الأجواء بوجه عام يعني باردة نسبيا، هناك غيوم متفرقة، درجة حرارة العظمى 14 درجة مئوية فقط كحد أقصى، وهي حول معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. الطقس غدا يكون ما بين بارد نسبي إلى بارد وظهور لبعض الغيوم المتفرقة، الرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معترة السرعة بوجه عام. هذه الليلة يتوقع أيضا خلال ساعات متأخرة من الليل أن يتشكل الصقيع في مناطق البادية وقمم جبال الشراء، وذلك لتدني درجات الحرارة حيث يتحول الطقس هناك ليصبح شديد البرودة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة العظمى غدا في مدن ومحافظات المملكة والصغرى ليلة السبت على الأحد. نبدأها من إربد شمالا 17-8، جرش 16-9، في عجلون 14-6، وفي المفرق 15-7 درجات مئوية. المناطق الوسطى في العاصمة عمان 14-8، السلط 17-11، في الزرقاء 16-7، مأدبة 15-8، وفي البحر الميت من 21 درجة مئوية في ساعات النهار، وتنخفض الصورة إلى 14 درجة مئوية. المناطق الجنوبية في الكرك 11-5، الطفيلة 13-8، إمعان 13-5، الشراء 12-7، أما في خليج العقبة فترتفع العظمى إلى 23 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تكون الصغرى في ساعات الليل أيضا 14 درجة مئوية. المناطق الشرقية تكون في رويشد 14-6، في الصفاوي 15-4، أما في الأزرق فترتفع درجة الحرارة العظمى غدا إلى 16 درجة مئوية، وتنخفض الصغرى إلى 5 درجات مئوية. الأحوال الجوية متوقع خلال 3 أيام القادمة تكون على النحو التالي: يوم السبت 14-8، لا تغيير حتى يومي الأحد والاثنين، أجواء يعني في ساعات النهار نستطيع أن نقول أنها ما بين باردة نسبيا إلى باردة، لكنها باردة في ساعات الليل خاصة إن نشطت الرياح الجنوبية الشرقية التي تزيد من الإحساس بالبرودة بشكل عام. إذن هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، دمتم بخير، إلى اللقاء.